كانت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الخارجي السياد التابعة لأمن دائرة بوغيرات بمصغانم من وضع حد لنشاط عصابة أشرار مختصة في سرقة المجوهرات باستعمال التهديد بالسلاح الأبيض متكونة من 4 أشخاص الحاضرون من مدينة السيدات تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 30 سنة من معتدي الإجرام. العملية التي تم تنفيذها بتاريخ 9/12/2020 في حدود الساعة 1:15 زوالا جاءت إثر دوريات أمنية عبر إقليم الاختصاص، حيث لفت انتباهي قوات الشرطة 3 أشخاص مشكوك في أمرهم، وبعد التأكد من هويتهم تبين أن الشخص الثالث كان يحوز على كمية من المجوهرات. بينت التحقيقات أنها محل سرقة. كمية المجوهرات المسترجعة مقدرة وزنها ب 96.55 غرام من المعدن الأصفر. عن التهم: تكوين جمعية أشرار، السرقة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، أنجز ملف إجراء قضائي سيحال بموجبه سالفي الذكر أمام نيابة محكمة مصغانم.